اسمي جمال سعد مجاهد، على المعاش، مهندس على المعاش، عندي 60 سنة، عندي إصابة من حوالي 49 سنة في رجلي أثر حادث حريق، قعدت على أثره 4 سنين ونص في المستشفى، رجلي بطن رجلي لزق في وركي، وعملت كذا عملية حوالي 52 عملية. وبعد 3 سنين ونص في المستشفى أقر الأطباء إن أنا يبتروا رجلي وحددوا ميعاد البتر بعد أسبوع، وكنت سعيد جدا بهذا القرار لأني هخرج للحياة عشان أكمل مسيرة حياتي وأعيش وألحق زمايلي في الدراسة، لأن أنا كنت سباق ليهم وكنت زي ما كانوا بيقولوا عليا نبغى بين زمايلي. والحمد لله رب العالمين وصلت دراستي بعد ما خرجت من المستشفى على رجل واحدة وركزين. كانوا زمان بيقولوا لي أنت عندك لمسة فنية، كنت دايما بسجل يومياتي في أجندة، وكنت برسم بالرصاص وكنت بنحت بالتين الصلصال، وكان زمايلي بيبقوا معجبين بيا، وكنت بعمل لوحات المدارس عشان اصرف منها على اجنداتي وعلى الواني، عشان ما بقاش عبء على اهلي كنت ببيع لوحات لزمايلي واجيب منها سجايري واجيب منها كل ملخصاتي وكتبي، وادفع ان كان في درس ولا حاجه ناقصني كنت باخده برضه وادفع دروسي. حياتي اتحولت، جيت اقدم في ثانويه عامه قال لك ميعاد التقديم خلص، رحت صنايع دبلوم صنايع مدارس دبلوم المدارس الثانويه الصناعيه في شبين الكوم، ودوني قسم معدات واجهزه كهربائيه على اساس ان هو اعلى قسم بياخد من اعلى مجموع، وفعلا وطلعت برضو من الاوائل ودخلت ووصلت واشتغلت شويه ودخلت معهد كفايه انتاجيه في جامعه الزقازيق، وكنت بطلع من الجامعه اشتغل على موتوسيكل بستكار بصندوق بالجنب كده علشان اقدر اصرف على نفسي وما اكونش عبء على اختي اللي انا كنت قاعد عندها، وصرفت وبقيت اشتغل واعمل كل حاجه واروح جامعتي واشتغل واذاكر لغايه ما خدت الدراسه بتاعتي. والله انا مشواري في التمثيل بدا، كنت من صغري بروح اقعد هناك بيت ثقافه عندنا في البلد، وكنت بحضر بروفات وحاجات زي كده، وكنت باخد برضو ادوار صغيره، وكنت كانوا الناس شغوفين بيا جدا، وفضلت متعلق بالموضوع دوت لغايه ما اتقابلت مع مجموعه شباب وعملت افلام على اليوتيوب ونجحت جدا بصاحب القناه، ولقت اعجاب كبير جدا، عملت في افلام منها عملت 8 مليون مشاهده و6 مليون مشاهده و2 مليون مشاهده، وعملت افلام كلها عن قصص اجتماعيه يعني. فحبيت ان انا اروح المسرح، عملت كورسات وباجي بعمل بروفات عشان خاطر برضو اخد حركه ورياكشن وحاجات زي كده عشان خاطر انمي من دور على المسرح، وعملت مسرحيات ونجحت جدا جدا مع الناس والحمد لله رب العالمين يعني. طبعا عم جمال من النماذج الكويسه جدا جدا جدا، وشخص موهوب يستحق الاكتشاف. هو شغال في عرض مسرحي معايا باسم قدرين باختلاف، ده بنهتم بيه بالجزء بتاع ذوي الاحتياجات الخاصه، وبنوضح للدنيا كلها اللي هم قادرون باختلاف، قادرون وليس مختلفون. احنا محدش مصدقنا، والله ما حد مصدقنا، عندنا مبدعين وبنحب بلدنا بجد، والله بنحب بلدنا بجد، ونفسي احقق حلمي لكل معاق في مصر، 6 مدن في مصر، للتحدي مع الاصحاء لرفع شأن الاقتصاد المصري في كل المجالات، صناعة، زراعة، تجارة، إبداع، ونعمل مدارس الإبداع، وأقول تحيا مصر ونرفع علم مصر ونساهم في رفعة الاقتصاد المصري. وبتمنى إن أنا أعمل فيلم قصته مكتوبة عندي واسمه امرأة خارج النطاق. الفيلم بيتكلم عن مشاكل اجتماعية، وهيكون فيه مجموعة من ذوي الهمم علشان خاطر نحقق حلم حياتنا في التمثيل. نجحتم وطلعتم من الاوائل، انتم نجحتم وطلعتم من الاوائل. حبيبي تعال تعال يا حرمان، تعال يا حرمان، تعال يا حبايبي.